هذا السائل للبرنامج أبو إبراهيم من محافظة أم تميم يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن الأسباب التي يجب أن يأخذ بها الإنسان عند حسن الخاتمة، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان السائل يسأل عن أسباب حسن الخاتمة. نعم الشيخ. أو الأسباب التي يحصل بها حسن الخاتمة. نعم. الأسباب أهمها أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويستمر على العمل الصالح، وإذا حصل منه خطأ أو زلة أو ذنب يبادر بالتوبة. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا من أسباب حسن الخاتمة، أن الإنسان يبادر بالتوبة إذا حصل منه ذنب وخطيئة ولا يؤجل التوبة. ثانيا الدعاء، يدعو الله عز وجل بأن يحسن خاتمته، فإن الدعاء مداره عظيم وفائدته عظيمة، والله قريب مجيب. فإذا ألح على الله بأن يحسن له الخاتمة الله قريب مجيب. ثالثا عليه بملازمة الأعمال الصالحة، فإذا لازم الإنسان الأعمال الصالحة فإنه حري أن يختم له بها. نعم.